بسم الله. ربنا اجعلنا نرفع بحق وحماسة وصدق تلبية الإسلام إحنا لمن، حتى ربما تخلص بعض الأموال من كفر وأنكر ربوبيتك ووحدانيتك. قل تمتع بكفرك رجل رادس برسلت مكرم قليلا pour un laps de temps très mineur, très restreint. إنك من أصحابنا، إن حالك الحقيقي اللي عرف رب العالمين ولا تخفى عنه خافية، راك في لوت دو لونفير، أنت منهم، أنت مكانك أسوأ الأمكنة، هو في جهنم ذو هيل فاير.